الفنان مروان الشامي، مساء الخير. مساء الخيرات. اول شيء خبرنا اليوم عن مشاركتك بسيلبرتي دواتس. مبسوط اكيد اليوم موجود بين هالجروب الحلو والروح المتماسكه مع بعضها. استمتع بالشباب بس يكونوا عم بتشوفهم برا على التلفزيون وترجع تيجي تشوفهم هون، قديشهم لذيذين وكلكم عندي والشيف انطوان. انا رح غني انا وياه اليوم. تمرنت انت وياه قبل ما هيك؟ انا تمرنت. لا لا حلو كتير، مبسوطين عم اقول لك هذا، عم بعطيك هي الروح اللي عن جد قديش نحن مستمتعين مع بعض. مروان، بعد شو عامل الليله وشو هيدا الاقباله، شو في جديد للجمهور؟ في اغاني، في غنيه رومانسيه وفي غنيه عم تتحضر مع سليم عساف غير عن كل اللي عملناه قبل، وتحضير اكيد اللي بسمعه حلو انا رح اخده اكيد. واكيد الاغنيه رح تكون على طريقه الفيديو كليب. شور اكيد طبعا. نحن يعني هلا في اغاني ما صورناها قبل، بس هلا رح نصور كل شيء رح نعمله لانه اوريدي عم ننزل سينجل. في شيء البوم قريب او لا؟ لا ابدا، خلص غنيه احسن واريح. الفنان مروان الشامي، شكرا لك. استمتعت فيكم، شكرا لك. ميرسي لك. ما عاد في غيمي بالجو، راح العتمة وطل الضو، والبحر اللي كان كله نو، راق وهدية امواج وصا